السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان في مصر والوطن العربي والعالم كله. طبعا كان دي مربوعة ارتفاع 15 سنتي راح العميل تبع المنوفية يعني وكده، حبيت ان انا اصورها معاكم عشان في تفاصيل معينة بالنسبة للخياطة. احنا في شغلنا احنا طبعا بتبقى تفاصيل مهمة بالنسبة لايه. تعالى جرب الكاميرا كده. طبعا اي حد بتبقى مشكلته انه مثلا مخده او تكايه زي كده او مجعد او مسند حابب ان هو يتفك عشان يتغسل ويتلبس تاني، ده الطبيعي بتاعه. تمام. طبعا نظام الخيط عندنا، بص، التكايه حرف ال بالنسبه للتجليع والتلبيس بتاعها يعني سهله جدا في التلبيس والتعليق بتاعها، كذلك برضو الظهر. يعني احنا هنا الظهر بتاعها معمول حرف ال، حرف ال، بحيث ان السوسته تفتح تخلع المسند بتاعه. وطبعا احنا عاملين هنا دي طبعا اللي انا حابب ان انا اعرفكم فيها بالنسبه للشغل الخياطه بتاعنا. لو مثلا ايه بيبقى اغلبيه الناس اللي بتخيط وكده بيخيط مثلا على السفنج على طول، احنا عاملين طبقه عبك او دمور عليها بحيث ان هي تحافظ على السفنج وتحافظ على القماش. دي حاجه. تمام. طبعا بالنسبه للكثافات والارتفاعات طبعا في 15 وفي 30 وفي 20 وفي 40 على حسب الشكل اللي انت عايزه. بتفرق برضو في حاجه تعالى. طبعا بالنسبه للتفاصيل اللي هو بالنسبه للخياطه، طبعا الموضوع مش ان انا بخيط وخلاص، لا انا بخيط بس بخيط باحترافيه عاليه، اللي هو ايه؟ طبعا عرض المسند مثلا 10 11 12 لازم يبقى فيه كل تفصيله في الخياطه مثلا، مش الموضوع مش عشوائي وخلاص. تمام. طبعا دي طالعه العميل تبع المنوفيه وكده، هنصورها برضو. احنا حبينا ان احنا نصورها في المحل هنا عشان اوريكم التفاصيل، هي فيها تفاصيل كتيره. وهي المربوعه دي ارتفاع طولها حوالي 9 ونص او 10 متر، فطبعا ما تجيش في المحل هنا، فاحنا حاطين بس يعني ايه حوالي 5 6 متر منها يعني. تمام. وهوريكم الشكل بتاعها النهائي اهو. طبعا بالنسبه للمسند جرب عليها احنا، بص ان احنا شلنا المسند برضو تكال. طب اهم حاجه في الموضوع كله ادي السوسته بتقفل براحه، مفيش ادنى مشكله. طبعا احنا العملاء بتوعنا في كل مكان بتبقى مشكلته اي حد يقول لك انا نفسي ان انا اعمل قاعده عربي بس بتزهقني في التلبيس والتخليع ساعه الغسيل. الموضوع سهل جدا بالنسبه لنا اهو. وعندك التكايه طبعا احنا بالنسبه لنا المشجر بتاعها، تعالى جرب على المشجر ده. طبعا احنا بنعمله بين كل فصل وفصل بندخله اللي هو درجتين التركوازي مع الرصاصي او درجه له. وبالنسبه للتكايه بتاعتها طبعا معمول من ده حوالي تكايتين زي نظام ديكور اللي هو الفارو اللي هو الابيض ده، ومعمول من ديت برده طبعا في كل فصل في القعده. يعني تعالى كل فصل بين كل مسند ومسند فيه هنا معمول بكيرف معين بحيث ان المخده تلبس فيه زي كده، وهوريكم الشكل النهائي برده اهو. ده ارتفاع 15 سنتي. اهم حاجه احنا عاملين بالنسبه للخياطه يعني مثلا ما تلاقيش مثلا كسره في الخياطه في المخده، القماش متلبس زيه زي حتى بص في المسند هنا اهو. طبعا المسند متخيط زيه زي السفنج، ما فيش اي حاجه بالنسبه ان انت مثلا تلاقي كسره تلاقي عيب في خياطه، لان طبعا ده سفنج. كل ما يبقى متظبط في الخياطه بتاعته كل ما الشكل يبقى حلو اهو. وان شاء الله لما نودوها عند العميل هناك هنصورها لكم على الطبيعه على الطول بتاعها يعني كله اهو. والتكايات بتاعتها وطبعا المشجر بتاعها ده بيبقى معمول بعنايه، مش مثلا بندخل اي لون وخلاص، لا احنا بندخل اللون اللي هو المشي.